بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهارده معانا جوله جديده في 22، ان شاء الله تعجبكم وتستفادوا. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك، لو انت اول مره تشوفوا القناه تضغطوا اشتراك وتضغطوا على كلمه الكل عشان يوصلك لكل جديد. هندخل ونشوف جوه ان شاء الله الملابس كده والجوده بتاعتها والاشكال، ان شاء الله تستفادوا. بسم الله. دو فرع اللي هو في الهجرة مكان كراكيب، البيجامات دي كلها على 25. بيع على 25 ريال. هو اسعار المحل ثابته، كل اولادي بناتي كله ثابت، سعره 25 ريال، 25 ونص. وده كده زي حاجات كرهات وامثله حريم اهي، منها الكرهات دي بس طريه، يعني في سكوز القماشه بتاعتها طريه. منها برضو اهي، في برضو بقى حاجات بيتي كده حلوة، منها أسود في الخشة، في زي كده موف، في أصفر فحم كده. في دي السهل في الأصفر، في الكحلي والاسود. عبايتي كلها على 25 ريال ونص. العبايه اللي ورا دي جميله جدا جدا كده، شايفين دي حلوه خالص، شايفين منها الالوان دي، حاجات يعني عبايات رمضان، عبايات برضو حتى في منها الوان للبيت كده صيف، حلوة جميلة. في برضو الحاجات دي في هنا برضو زي كده طرية وحلوة جدا برضو القماشة بتاعتها، بس يعني يعتبر سادة مفيهاش أي شوف. كل ده برضو أنا هنسوش العباية التانية هيك أشكالها أهي، وفي دي برضو حاجات دي عبايات قصيرة أهي طرية برضو قماشتها حلوة. وهنا برضو الحاجات دي هنا زي نظام هو بوست كده، فستان على 25. دي برضو كل الألوانات، الأورانج دي بقى بكم، عبايات بكم حلوة برضو، على الكم رسمة ومن تحت رسمة. هنا برضو هي الصفرة دي في منها كل الألوانات، في دي برضو وفي دي، في منها برضو دي، دي معاها طرحة، عباية معاها طرحة برضو، مش عارفة الطرحة دي معاها ولا لا، بس جواها هي اهو عبايات بطرحها، كل عباية معاها طرحة، عبايات طرية.
دي جميلة، دي جميلة جدا، ودي برضو زي اسدال، دي جميلة زي الاسدال مع الطرحة بتاعتها، مع الطرحة من نفس اللون. في برضو هنا هي بني مع الطرحة، ودي مع الطرحة، دي اسدالات، دي اسدالات شكلها. في عبايات هنا، العبايات المغربية دي جميلة برضو، اللي هي فيها طاقية من ورا كده، في منها كل الألوان دي. أنا هي كل العبايات هنا، دي هنا برضه على 25 برضه، حاجات طرية خالص، فيها حزام من عمرستان كده برضه، الحاجة زي كده. هنا برضه في منها بس دي مش طرية، مش مرينا، فيها كورنيش كده من تحت، دي برضه. في الواناتها اللي هي دي خشية كحلي، كل الواناتها. في بقى الحاجات دي الصفرة دي لونها مستردة كده، في منها لونتها اللي جوه دي، في منها دي، في كل الألوانات منها. في دي برضو، في الحاجات دي على 25، كل ده على 25.5، 25.5 بالضريبة. هنا برضه في كل زي كده، في زي كده، في دي برضه مشيتها حلوة، بس واسعة جدا، دي عايزة أحجام كبيرة، ودي فيها كورنيش اللي تحت. في الحاجات دي برضو هنا، هي حاجات تاريخ حلوة، بس الوان اللي هي بس الرصاص والاسود، ومش عارفة فيها لون، لا في منها، في منها احمر وفي اصفر، فوق مش عارفة اجيب لكم. في برضو حاجات ساتان زي كده هنا، تعريس وكده. في الحاجات دي برضو اهي، في منها كل الالوان، مش في منها الأصفر، كرهات الأحمر زي كده. في الحاجات دي برضو كده، حاجات زي نسان صلوات، لا دي مش صلوات، هي كده حاجات بالطول يعني، زي دي كده، زي كده. في الأصفر، في العبايات القصيرة دي مشيتها حلوة يعني، كل ده زي إنسان شمس كده. الحاجات دي برضه اهي مشيتها حلوة طالعة. في عبايات زي كده برضه هنا تاني، اهي على 25، دي مخططة بالطول، دي حجم صغير شوية. في زي الكرهات دي، في زي دي برضه جميلة، دي مشيتها حلوة جدا. في دي برضه، في الحاجات اللي الصفرا دي،
هنا حاجات طويلة بقى كده، وفي زي البنات صغيرين كده برضه، في حاجات قطط هنا، قطط على شورت او برمودا سوري. في برضه هنا بقى جميلة، دي القماشة بتاعتها حلوة مليانة خامات على فكرة حلوة، مش خامات لعبة كده او حاجات خفيفة، لا حتى كل العبايات واللبس البيتي والبيجامات كله حلو. دي زي نظام كات هنا، زي ترس حمل كده بس صغير، لا مش بترس حمل، ده بتاع بنوت صغيرين كده نلبس عليه بقى كده وحلو. اشكال كتير ده بناطيل، بناطيل الالوان حلوه جدا طريه اهي، ممكن تطقميها مع الحاجات دي. في برضه زي كده في هنا، في حاجات هنا برضه بيتي كده حلوه، بنات صغيره هنا في الاشكال. في بناطيل بقى اهي ب25، ده عليها خط من على الجنب، كل الالوانات بتاعتها هي دي، دي على 25. في من ده كده تحت العباية، في برضو حاجات زي كده، وفي هنا برضو كل ال، يا رب الجولة ان شاء الله تعجبكم، متنسوش اللايك والاشتراك، وان شاء الله تستفيدوا باذن الله. ده ب25 ريال ونص كل حاجة فيه، هو في ممشى